بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومركلة عشر كان دروس تين دروس رمضانية بشهر رمضان كان مترقى الله بالشدة مارتا مسلمين تا إني كفى إليستان بشان وبالبركة يسان إلهي نمارتا كو مارتا نارتا لغا حرية الله مارتا نقدر كو مارتا إلهي مارتا عتق من النار أوصي الله نقدر وبالعجائب أيضا مرك بشهر رمضان وحصاق هذا الصوم وحشرع ذي اللغوير هذا اللغة هي أحكام تقدر رسيسه بشان رمضان بشان رمضان يعني كل حجرنا وهي كميتها هاي من الشهور العربية وبلها عربية بالكمدة وأنا بش السجارات هذي اللي يصح حسابية محرم محرم هذي اللي يصح حسابينا وبش السجارات وهاللي يغن بشان شهر رمضان بغن كعربته أما عاد عربته يا وحي هذي بلها مركي مقعو بحنايين بل والبلاء مناسبة يكسو آده أيوه مقع درجران بشهر رمضان حلي مقعو بحنايين أي حل كلاي لهي هذي ما دام أي حل كلاي لهي هذي أي حكو مقع من رمضان أو حلقة صغطة من الرمضان رمضان وحلو يغانا بلك كلول مبعاتك كلول اللي يغانا سيدا درت هذا مقعص عربته إمارة يعني سيدا ذي واحد قالت مقع هي مصمها الله بحي مر والبوحة كده حيصة مناسبة كده حيصة مركب من رمضان على قصة قالت جبيد كريلا بعيشة على الموضة هم بشر رمضان لا مقع عربي بشانة لأنها تحرق ذنوب ذنوب تي جبيد بشانة ذنوب تي باب إني بشانة ساسا اللي يري بشانة بالرمضان مركب يعني مقع رمضان سبت اللي جبيد وساس بشان رمضان وحال واجب يا له صلاة كلابات هجرية ده بشان رمضان بشان كهر رئيس الشعبان شعبان كده حديثة وصلاة كلابات هجرية ده يا إلهي مرت أمضى كل واجب يا لي بشان رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلهي حوله يهدك إيمان كله إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الصيام وعلى ذلك فرض يلا أو لذلك واجب يلا الصوم صوم على ذلك واجب يلا يعني الصوم كاسمر كأنه ولا واجب يلا أنك خليه مية وهاي مية كما كتب على الذين من قبلكم وما ذي ذلك الرئي بسيد اللي هو واجب يلا مركا وحال ناس كيف كدر يمينا صوم كو حكم ديا من الشرائع القديمة شرائع الهراء أنبياء ظهر مارة أيهاي سجلين وصومكو كمدا هاي أمضيه هراء وحي شراعة أيهاي سجلين وصومكو كمدا هاي إن كستو أنا سو خرافي نقاب محايا لي بشان رمضان أمت محمد قارلا وحا قود أهان مقع اللي اسكي وده هو الصوم صومكو جيري جيري لكن بشان رمضان إلهي سجارة وحو أغو شرفة وسجارة أغو خاصية لي أمضان أمت محمد مرك هذه الآية وحي تصليها صوم كأنه واجب يعني إلا الصوم إنه واجبته ولذا الصوم كمرك هراء إسلامك مرك هراء صومك الله بحال أسمي يعني وحيك لي هذا حال مارتها أو إلزامة لبفترة كده لبفترة لبا مرحلة مرحلة واحد إلزام مرحلة واحد مرحلة التخيير مرحلة التخيير آيادها أنا كبير الله بهاي قفك هدورها بنا واسمها هذور ربنا ودافع لكن مركي سودك تعاد كلا يعني شهر رمضان الذي عاد بس مركي مو سودك تي وحامارة بشهر رمضان على ستة واجب نغطي بشهر رمضان مرحلة الإلزام نغطي هلأس مرحلة الإلزام أي هل يا نغطي ولذا بشهر رمضان إن أنصام واجب إن واجب أي تهي وحاتو سي قرآن كإلهي وحاتو سي أحاديث النبوية وحاتو سي إجماع أمضى إلهي سبحانه وتعالى وحوليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بشان وبشي بركاسنا رمضان إلهي القرآن سبحانه وتعالى أسودجي إلهي القرآن أسودجي عيد داسي وحيتو سيسا بشان رمضان إلا صوم إني واجبته
وحن دماغ وده أبناء حديث كي مارت يعني نبغين أوي مانا يا جبريل أخوي لجبريل مارت يعني يا محمد أخبرني عن الإسلام محمد الإسلام كي يقورهن نبي وجهه صلى الله عليه وسلم إسلامك وأنا الإله نقرته نبي محمد نبي إله إله نقرته صلاة دراء أدوكته زكاة أدوكته صام قراءة صامته يعني هذا الحديث أصيره كعادي بشر رمضان واجبته وعكره قعد بشر رمضان حديث كي بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله إسلامك وحال قدس الشن مركز الغفر إلى ليه ماذا شهادتك كدبنا صلاة دعوه كدبنا أمارة زكري إسكري صام كرا قف إسكا صام قص كآيانا هسي حديثة لما وحيدة تصايا بشهر رمضان إن واجبتها إلا صام إجماع الأمة أمضى بنا وحيكو إجماع عضي بشهر رمضان إلا صام إلي واجبتها ولذا بشهر رمضان منك إنكرا أولا إذي واجب ماهن علمه ذو حيث كفر عينه وقاله بأيه لأنه وحو إنكري شيء من الدين شيء دين تكاملة وهدنا مارة الضرورة أهل له يغانه سيدا درثر ماشا وحنك فهمينا بشهر رمضان وواجب إلا صوم قفك استوى مسلمة قفك استوى قانقارة وقارد وانا شروط قفك مارة صائم كان له قبها هيا أمرنا على الصحة هنغطو إن شاء الله تعالى بابك له قارد وانا بشهر رمضان أي بركيسا بشهر رمضان أي بركيسا وما هي حكمة كجرت حكمة وما هي حكمة كجرت كو حواي امتثالا وإلا فرطاما لأمر ربنا سبحانه وتعالى إلهي أسيقى أنه يجب يا بشهر رمضان صلى حكميك يا فائديك كجر كو أنك هلينه وحكلمة أنا وفرطامي يا أبدالعشاء يا أقبلت أن أقبلين أمرك إلهي وندر صاري فإذاك بشهر رمضان مارتا قجرتا يحنيك إلهي مارتا صامك اللي وجده وحاكمنا إن الحمد لله بريتا ذي إلهي حقي سأتقنا وراك فربضان مارتا مارتا كلا كل مدونا وحاكمنا حكميك اللي وجده رمضانك عافي ماضحان حتى عافي ماضحان حتى وحاكمنا حكميك رمضانك اللي وجده يعني ذلك إلا حصوصية ضد باهار أجره أذيكنا وحالقية يولي أنا نباهار كمبا سيدتك صديق إحسان سميسو وعلى قطوصة هلبل باهيد وحيتها قاجد وحيتها وانك يا هراتك وحيها وحلميك إلهي أمارت وجده بشهر رمضان الله صامه ممان حلميك اسمك هنفيرنا قفك استيقى نغمينا وحانو قباغينا بشهر رمضان كده ده شو صام كده بشهر رمضان كتحدرته إني آد أولا لصو عشر كينا لما انت ساقوصي لنا والله سبحانه